وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة S-44 من طراز 209 على 1400 ألمانية الصنع والقادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت بطاقمها المصري. ويمثل انضمام الغواصة S-44 تعزيزاً لقدرات قواتنا البحرية القتالية وحفاظاً على مقدراتنا الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس، كذا المحافظة على الأمن البحري، وبما يعزز من تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمني المحدد والذي استلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، مما يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة ألمانيا الاتحادية. ويمثل اقتناء الغواصة S-44 ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية، مما يساهم في رفع تصنيفها عالمياً. من جانبه أكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية في كلمته أثناء الاحتفال بوصول الغواصة S-44 إلى قاعدة الإسكندرية أن القوات البحرية تواصل سعيها لامتلاك أحدث نظم التسليح البحري لتظل على العهد دائماً في حماية سواحل مصر ومصالحها الاقتصادية، موجهاً الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية. حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات البحرية والسفير الألماني بالقاهرة والملحق العسكري الألماني بالقاهرة وعدد من طلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي وعدد من طلبة جامعة الإسكندرية وأعداد غفيرة من الجماهير من مواطني محافظة الإسكندرية. وقد شهدت سواحل مدينة الإسكندرية قيام القوات البحرية بعرض بحري ضم أكثر من 50 وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشات متعددة الحمولات والمهام. وقد شاهد العرض أعداد غفيرة من المواطنين، وذلك احتفالا بوصول الغواصة S-44. في الفترة الأخيرة شاهدنا تطور سريع في القوات البحرية، ونشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشكر وزير الدفاع على التطور الهائل وانضمام قطع بحرية جديدة للقوات المسلحة. وتحيا مصر، تحيا مصر. ألف ألف مبروك لمصر ولينا ولدنيتنا وللبحرية دي كلها، وإحنا فخورين برئيسنا اللي خلنا يبقى عندنا قطع غالية زي دي نفخر بيها. وأقول لولادي إحنا بقى عندنا الغالي كله. شكرا يا رئيس، وشكرا يا أولادنا يا اللي بنيته ويلا علتينا لفوق. ألف شكر ليكو والجيشنا اللي بيدافع عننا واخد باله مننا. شكرا شكرا، إن شاء الله بالتوفيق يا رب. إحنا فخورين جدا ببلادنا وفخورين بالشعب، جدا فرحان ومبسوط، والناس باين على وشوشها البهجة. وتحيا مصر.